طبعا جدير بالذكر انه الصهاينه اللي قال لك احنا ما ضربناش المستشفى المعمداني بقالهم تقريبا ساعه دلوقتي بيضربوا في تل الهوى حول مستشفى القدس، وده غرب قطاع غزه او في المنطقه الغربيه من قطاع غزه، ساعه بيضربوا حوالين مستشفى القدس. وطبعا نحن لا نتمنى ذلك، لكنه قد يكون امرا متوقعا انه يتم ضرب المستشفى زي ما ضربوا المدرسة بتاعت أونر وزي ما ضربوا المستشفى المعمداني. طيب الموقف أو بالأدق الحس والضمير الإنساني لا يجب لا أن يموت ولا أن ينام ولا أن يهدأ. وموقف الحقيقة الكنيسة المصرية موقف مشرف كما جرت العادة. تاريخ كنيستنا الحقيقة، تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تاريخ طول وقتها من وقت نشأتها من وقت بداية كرازة القديس مرقس، من وقت هذا الكرسي المرقسي بالأسكندرية، من وقت ما نشأت هذه الكنيسة وهي تقف الحقيقة وقفات تاريخية. ويمكن أنا امبارح حتى كنت بقول لكم مقولة وجملة القديس إثناسيوس: كل العالم يقف ضدك يا إثناسيوس، فرد قائلا: وأنا وحدي أمام العالم. احنا قرينا امبارح البيان بتاع الكنيسة، لكن أعرب كمان قداسة البابا تودروس الثاني عن رفض واستنكار الكنيسة القبطية والمجمع المقدس لما يحدث في فلسطين. قداسة البابا قال كمان أنه في المناسبة دي أطلقت الكنيسة مبادرة من أجل كل من يريد تقديم تبرعات عينية أو مادية أو أدوية أو مستلزمات أو بطاطين الشتاء في هذه المناطق لصالح أهلنا في غزة. قداسة البابا قال هنجمعها من خلال أسقفية الخدمات العامة. طبعا ده كان من خلال أو قبل إلقائه العظة في اجتماع الأربعاء الأسبوعي في كنيسة الشهيد مار جرجس في منطقة أرض الجنينة في الزاوية الحمراء. أنا عايز أستأذنكم نسمع كلمة قداسة البابا تودروس الثاني ثم نعود مرة تانية. حياة الإنسان دي أغلى حاجة أعطاها الله للإنسان، الحياة. أما الإنسان يقوم بتدمير الحياة بنفسه فهذا أمام الله شر عظيم، شر عظيم. ونؤمن أن الله سيسكب من رحمته ومن حنانه على كل القلوب المجروحة والمتألمة. وفي نفس الوقت احنا بنؤيد بكل قلوبنا ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية من أن تفريغ القضية الفلسطينية بإزاحة وجود الفلسطينيين، إزاحتهم من غزة إلى أراضي سيناء المصرية، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.